أهلا بكم مشاهدينا الكرام. موجوعة وراء هذا العنوان قصة الوجع خلف القضبان، الألم والظلم والوجع الذي تعاني منه الأسيرات الفلسطينيات داخل سجون الاحتلال، ألم المرض وقيد السجان. فيلم موجوعة المشارك في مهرجان العودة السينمائية الدولي للدورة السادسة، وحصول هذا الفيلم على جائزة مفتاح العودة ضمن أفلام الأسرى. نتحدث اليوم عن هذا الفيلم وإيصال رسالة الأسرى وخاصة معاناة الأسيرات داخل السجون. ابقوا معنا. فيلم موجوعة يحاكي قضية الأسيرة إسراء جعبيس، هذه الأسيرة التي تعرضت للتعنيف والحروق من خلال توقيفها على حاجز الزعيم في مدينة القدس، هذه الأسيرة التي عانت الويلات خلال فترة الاعتقال، خلال فترة الأسر، خلال فترة وجودها في داخل ساعة الحادثة عندما تم تعرض جسمها للحرق دون إسعاف ودون أن يقدم لها أي علاج من لحظة احتراقها في داخل السيارة. كل تفاصيل هذه الحياة التي تعرض لها الأسيرة، بالرغم هناك 30 أسيرة يقبعن في داخل سجون الاحتلال بمحكومات بالفعل، هناك الأسيرات متواجدات لكن متوقفات، لكن هناك 30 أسيرة لهم أحكام عالية، يعني لهم أنهم أمهات منهم، هناك أسيرات أنجبن في داخل الأسر، لكن هذه الأسيرة إسراء جعبيس لها خصوصيتها، مما يحتم علينا نحن كمؤسسات ترعى الأسرى، كمفوضية أسرى، كأعمل في مجال الأسرى في قسم الإعلام الإلكتروني، أن نركز على هذه القضية، قضية الأسيرة إسراء جعبيس. يعني كل الشكر بداية إلى الفنان الفلسطيني المبدع محمد الديري، صاحب الفكرة والرؤية الأولى في اللوحة الفنية لبداية الفيلم، التي يعني من خلالها تم افتتاح هذا الفيلم بلوحة فنية تعبر عن الإبداع الفلسطيني ومساندة الأسرى في داخل سجون الاحتلال من خلال الإبداع. هناك كانت اللوحة الفنية كما ذكرت لكم، وهناك أيضا رسومات أخرى بالإضافة إلى الأغنية الفلسطينية التي تدعم الأسرى، وهناك أيضا الإبداع من خلال التعليق الصوتي الذي يمارسه ويتقنه أبناء الشعب الفلسطيني ليوصلون الرسالة. كانت هناك رسالة صراحة يعني تدمي لها القلوب وتبكي لها الأعين، عندما ابنها المعتصم، ابن 12 من العمر، يقول عند الزيارة وجدت أمي تلبس وجه النمر، لا أعلم كيف أمي صنعت هذا الوجه وكيف أدخلت، هو لا يعلم أن والدته أصابتها الحروق في وجهها، فقال أنها تلبس وجه النمر. هذا يعبر عن انتماء الطفل الفلسطيني لأمه وحبه لأمه. التحكيم بكل مكوناتها يعني وأعضائها لهم كل الشكر. هناك 38 دولة شاركت في هذا المهرجان، من 230 فيلم من أصل عربي ومن دول أوروبا شاركوا في هذا المهرجان الدولي. أن يكون حظي بأن أكون على مستوى هذا العالم الكبير والدول المشاركة، أن يفوز فيلم موجوعة، هذا إنجاز وطني أعتبره، وهو رسالة يعني لأسرانا وإسناداً لأسرانا.
هذه الرسالة. يعني مهرجان العودة أعتقد هو الدورة السادسة، بحمد الله أن تكون جائزة باسم كريم يونس عميد أسرى فلسطين، هذا أيضا فخر وانتصارا للأسرى أن يسمى هذا الاسم. في الدورة الرابعة أيضا الحمد لله تم تسليمنا جائزة كريم يونس، وفي الدورة الخامسة أيضا استلمنا فيلم يعني عن جائزة أفضل فيلم. في الجائزة الرابعة كان هناك فيلم مزيونة يحاكي قصة الأسير ناصر أبو سرور، هذا الأسير الذي يعني يحكم مدى الحياة. هناك فيلم يتحدث أيضا عن العودة، وفي مهرجان العودة الخامس كان لمالينا أيقونة الحدود، وهو يتحدث عن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وبحثه عن حقوقه في الأرض التي تم سلبها من خلال الاحتلال. أيضا هناك فيلم مؤبد مفتوح شارك في الدورة الرابعة، هذا الفيلم الذي حاز على جوائز عالمية وعربية، أيضا يحاكي قصة الأسير كريم يونس عميد أسرى فلسطين. كان لنا الشرف، هذه الرسائل التي نوصلها من خلال هذه الأفلام التوثيقية أو الروائية، ودائما إن شاء الله سنسعى للإبداع والأفضل بإيصال رسالتنا من خلال ما هو أقرب للجمهور. هذه الرسالة، الأفلام الوثائقية والتقارير بالأغنية والإنشودة والقصيدة والرسومات، ممكن أن نوصل رسالة أسرانا. هذه هي لغة العالم أجمع، وليست لغة شعب واحد، هي لغة الشعوب أجمع هي التي توصل الرسالة. ومن هنا كان حتما علينا ولزاما أن نستمر في هذه الأعمال، ونتمنى أن يتم دعمها، ونشكر وزارة الثقافة الفلسطينية في تبنيها هذا المهرجان، وعلى رأسها الوزير عاطف أبو سيف بما قدمه من دعم وتأييد لهذا المهرجان وشرعية لهذا المهرجان. لم تنتهي الحكاية، فالمعاناة تتجدد كل يوم، فإسراء الجعبيص واحدة من الأسيرات اللواتي يعشن ظروفا قاسية وما زلنا يشتاقون للحرية. الحرية للأسيرات الماجدات ولأسرانا البواسل داخل السجون والمعتقلات. وإلى هنا مشاهدينا الكرام نكون وصلنا إلى ختام هذه الفقرة، عودة لكم في استديوهاتنا في رام الله واستكمال مشوار فلسطين هذا الصباح، ويسعد صباحكم من جديد.